يلا شبكون على شو عم تطلع، نزلون يلا لبرات السيارة بسرعة. يلا يلا حركي، يلا امشي بسرعة عشان ما اضربك. ها طيب اتركوا الاولاد، انا خدوني وين ما بدكم بس اتركوا الاولاد، هنن مالن علاقة. ما فينا. الله يخليك، هدول ما لهم ذنب، خدني وخليوني يروحوا. خلصينا يلا بسرعة. قوم معي محمد افندي، قوم، لك قوم ابني عم يموت، قوم بقى خلصني. انا اجيت لهون، كاظم قرر اجى لعندك على بابك. قوم قوم ولا احسن ما اغسل هاي السجادة بدمك. ادخل. شو اقتنعتوا باللي قلت لكم يا؟ هذا ابني سيدي، هو بيشتغل راعي، اليوم شاف مريم ايدن لما كان بمر على غنم. شو شفت احكي لي؟ يا سيدي انا شفت الاخت اللي عم يقولوا عنها مريم مع ثلاث رجال ونزلوها من الميكرو بالقوة، وبعدين بالزور اخذوا الاخت مريم مع اولادها الاثنين على راس. شفت شي تاني؟ شفت لي نمرة السيارة؟ طيب انت تعرفت عليهم؟ لا. ابني عم يموت يا مريم، ابني عم يموت من الجوع وعلاجه عندك بالحليب اللي بصدرك، فيك تنقذي، شفقي على ابني، طفل صغير وبده رحمة. ابنك عم يموت، عم يموت من العطش، يعني يا كاظم رح يموت مثل جوزي وابني. عجل لك شوي، شو صاير لك؟ ابني تيم، قلت لي كل شيء رح يكون منيح وكويس، ما هيك؟ يعني بساعد غضب وعصبية اتصلت بأنقرة. انت هلأ بتطلعي لفوق وما بتحكي ولا كلمة. بابا كاظم هو اللي أنقذ تيم، ما في داعي تتخانقوا بسببي، أنا هلأ سامحته لكاظم بين كل مرة ورجال. نهال أنا قلت لك اطلعي لفوق وبس. أنا لو ما عطيتك مصاري ما كان معك تشتري بنطلون، أنت ليش ما بتعترف بهالشي؟ لا وقف عندك يا حسنو، إذا هالأموال هلأ موجودة بمحلة فهذا كله كان بفضلي أنا. شو ما طلبت مني عم بعمل لحد اليوم، فرقت الناس، هدرت الدم، أنا يلي لملمت من وراك، أنا يلي طردت الانفصاليين كمان. برافو، بس في شغلة صغيرة حضرتك ما عملتها، إنك كمان تكون وفي لعيلتك يا فهمان. عمي انت بفضلك كسبت ملايين الدولارات وصار في فوق ثروتك ثروه، مشانك انا ما خليت شي ما عملته، وهلا هذا المقابل؟ يا صهري العزيز انا دفعت لك مقابل هالشغلات من زمان كتير، نظفتك وطعميتك، وهلا انا رايح من هون يا كاظم، بس لما ارجع مره تانية ما بدي اشوف وشك بهالبيت، فهمان يا كاظم بيك؟ رح تشوف يا حسن دوغان، هالشغلة ما رح تنتهي هون، إلك يوم رح فرجيك مين أنا يا ختيار. لك كاظم قرر ما بينلعب معه بهي الطريقة، حسابك ما رح يطول.
إلى حضرة المدعي العام. أنا مريم أيدين، بدي أدعي على قاتل كاظم قرة، هو اللي قتل زوجي علي أيدين، ودي العدل ياخذ لي حقي. اتصلتوا بالمستشفى لعنا، لازم فوت افحص الطفل، افتح الباب. طيب افحصيه من هون. لك كيف بدي افحصه من هون؟ لازم اعاينه جوا، افتح الباب بسرعة لشوف. انتي؟ معي. اسمعي شو بدي قلك، ديري بالك منيح تعترفي بهي التهمة، رفضي كل شيء، قولي إنك ما كتبتي هذا الطلب. أنتي فهماني علي شو قصدي؟ بالأصل أنا ما كتبت شيء. بعرف. كيف؟ بعرف لأنه أنا يلي كتبته. لك انتي ما بتخافي من الله؟ بتعرفي انه قتلت ابني؟ وكمان بسببك نحن هون، كنت على شوي انقذت اولادي. اولادي شو ذنبهم بهالشي؟ انتي ما عندك خبر بشي. انا هلا رح بحكي لك كل شي، رح حاول صلح كل شيء. بشو ما عندي خبر؟ شو بدك تحكي لي؟ مريم، ابنك انتي ما حدا اتصل بالمشفى. كيف يعني ما اتصلوا؟ طلعي لبرا. ماشي، انا هلا خلصت. طلعي. مريم انا رح اجي، انطريني رح اجي شوفك. تعالي. تركني شو بعد؟ ولا كلمة. ليلى الممرضة. حضرتك شو بدك مني؟ أكيد مو مشان طحنك معك. بدي أحكي فوراً مع المدعي العام، في عندي شي بدي أقله إياه. هلأ المدعي العام مشغول شوي، بس نحنا بأمرك. تفضلي شوفي. نحن عايشين على رأس هالرصاصة يا حضرة المدعي العام، نحن عم ندير هالبلد برأس هالرصاصة. ما قدرت تحمي شيء أبداً، لا قدرت تحمي شرفك، ولا قدرت تحمي مريم، ولا الباقي كمان. ليش هيك عملت؟ تفضلي ليلى خانو، رح خليوني يوصلوك على النيابة العامة. شكرا لك. وين بتحبي وصلك؟ سيارتك جاية يا مريم أيدين، رح تطلعي برحلة طويلة. حضرة الضابط، بدي أقول شي، أنا ما عملت شي أبداً. ليلى الممرضة رح تحكي لكم على كل شي. ما فهمت. هلأ هي من شوي كانت هون، قالت إنه رح تحكي كل شي، هي اللي كتبت الاستدعاء، نادوا للمدعي العام. ما عم بفهم أبداً يا مريم، أنت عم تشوفي خيالات شي؟ يا عسكري، أنت شفت حدا إجا لهون؟ مريم عم تقول إجاها ضيوف. كذب كذب يا عديمين وجدان. لك أنتوا ما بتخافوا من الله؟ يا
بهذا المكان الدين والإيمان ما بيشتغلوا معي. هلا اكتمي صوتك ويلا عادي محلك لشو، ولا تتأملي على الفاضي، لا رح تفيدك المدعي العام ولا ليلى. سيدي شوفي وصلت السيارة. بعتوها. امشي قاسم. أنا بعتذر، سامحني، عملت كل هاد لأني بحبك، بس مشان انتقم لعبت عليك لعبة صغيرة وما بقى عيدة، ما بقى في لعب بالمرة، خليني روح مشان الله سامحني. والله ما كان قصدي، ما كان قصدي أذيك بشي يا كاظم، انت بتعرف. امسكي ايدي، يلا امسكيها. أنا من زمان بحبك يا ليلى، حبيتك كتير، كل اللي مرق على راسي كله كان من حبي إليك. أنت عن جد عم تحكي؟ لساتك بتحبني؟ ما بصدق. من البداية كان لازم أختارك يا ليلى، وحتى لما كنت عم نط من الحيط ما كان لازم أترك إيدك. أنا كان بدي القوة يا ليلى، أنا أخطأت، بس هلأ تأكدت وبعرف منيح شو لازم أعمل. ياما ترددت بكتير شغلات إلا حبك. خلينا نهرب من هون كاظم، خلينا هلأ نروح لبعيد، نهال وغيره هلأ ما حدا مهم، خلص انساهم. أنا مستعدة أنسى كل شي بهي الدنيا ما عداك. أنا غلطت لما تركتك كاظم، بس رح ضل صلح غلطي هلأ. كاظم شو بك؟ أنا ما بدي شي يوقف بطريقي، ومشان صير كبير لازم ما يكون في عندي نقطة ضعف يا ليلى. أنا بحبك كتير وبدي أقتل ضعفي فيك يا ليلى. الحل الوحيد انك تموتي ليلى. خسارة، كنت بحبك كتير وهلأ صرتي ذكرى. والله ماني عارفان شو فائدة كل هالمال إذا الدولة ما كانت معي كمان. طلع حبيبي.
اتصلوا بمرتي. الو رفعت؟ رفعت؟ الو الو المدعي العام رح يدافع عنا بابا؟ رح يكون عند كلمته مع هي؟ إن شاء الله يا ابني، إن شاء الله. بابا هدول هن اللي بلغوا على مكانه لمريم، اعملوا اللازم. تعالي شوي. لساتهم عم يحكوا؟ لا يا خانم، اثنيناتهم راحوا من زمان. الاثنين راحوا؟ لوين؟ يا حرام، تخانقوا مع بعض كتير وبعدها راحوا. أول ما خلصوا خناق طلعوا من البيت. كاظم بيك كتير كانوا معصب. شو قال كاظم؟ هو قال لما كان معصب كاظم ما بينلعب معه يا اختيار الجن. ديري بالك عزيزي. ميرنا خلاص، قادر خان. حاجة تنقي. لك أنا بموت من شانك، صدقيني ليلى، أنا لساتني كاظم اللي بتعرفيه. بعرف إنك بتحبني. أنت بتحبني. بلا ما نوقف يا ليلى، لازم نروح. مع السلامة يا ليلى، هذا آخر لقاء بيناتنا. يا يوسف وجهك مورد يا حبيبي، الحكاية ما خلصت وانت ما بدك تعرف شو صار ببيعة الكبريت. كمل لك القصة. مع برد الليل كان الكبريت عم يقل مع البنت المسكينة. آمال البنت صغيرة وأحلامها كانت عم تصغر مع شعلة كل كبريتة. وقالت وهي عم تشعل كبريتة تانية، لو الظالمين ما كانوا بالدنيا، لو السيئين ما كانوا، بس الريح لساتها لهلأ ما وقفت. ريح قوية كتير هبت وطفت الكبريتة، مسكت وحدة تانية وقالت لو ما كان في وجع، لو ما كان في ظلم، كمان الريح اجت وطفت الكبريتة. يا ريت لو يصير بكرة وعيش يوم كمان، لو شوف مرة تانية مولود يوم جديد، لو كمان مرة تدفيني هالشمس الختيارة. وقالت لو أقدر شوف اللي بحبهم مرة تانية، لو مرة تانية أقدر أحضنهم، مرة تانية ألمس شعرهم، بس بدي أحضنهم بقوة، بدي أقلهم أني بحبهم. يا يوسف، الريح هبت لصالح الظالم.
وانطفت كل آمال هالبنت المسكينة، وبقلب برد الليل خلص كل الكبريت يلي معها، وخلصت كل الطرق وما ضل عندها أي أمل. هالبلد إلي أنا، بلدي بلدي. شو رح نعمل بالجسس اللي منعمله فيهم بالعادي؟ بسرعة بسرعة، بدي اياكم تفتشوا كل شيء، اصحكم تخلوا اي مكان ما تفتشوا فيه. ولك شو انت عم تعمل هون يا كاظم؟ ولك ما بتطلع من هون عايش؟ ها مفكرني ما بعرف؟ لا تكون مفكرني اجدب. شو بدك؟ لما تعقدت الامور هالمره رميتني قدام الكبار، لو علي ما اجى بوقتها كان زلمتكم رح يقضي علي. مشان تخلص حالك قدمت لهم راسي هديه. شو عم تعملوا كاظم؟ بابا بابا شو عم تعملوا؟ رح تموتوا بعضكم. كاظم نزل المسدس. نهان انت لا تتدخلي، يلا روحي من هون. واقف بابا، واقف كاظم، قتلوني الي بالاول. بابا انا سامحت لكاظم. ارجعي على البيت ولا تتدخلي. كاظم لا تقتلوا بعض مشان ابننا، لا تعملوا هيك شيء. هاد ابي يا كاظم، بدك تقتله؟ انت رح تخليني بلا اب؟ كاظم بلا ما جن، اطلع وشوف كم زلمه هون، اذا انا متت فانت رح تموت كمان. كاظم، ولا انا عم بحكي معك ولا، نزل سلاحك هلا، نزله نزله. كاظم كاظم انت شو صاير لك؟ كاظم لا تعوض. شفتوا؟ بابا ما عاد في ليلة بعد هلا، أنا ما بقى أشوفها بكل حياتي. عمي فهمني بقى، القرار إلك، موتني إذا بدك. هلأ فهمتك يا صهري،
نحن الاثنين هلا فهمنا بعضنا كثير منيح. انت كنت بالاول وفي معي لاقصى درجه، وانا رح رد لك الوفا بكرم ما له حدود. مع بعض رح نبني الامبراطوريه تبعنا، وانت رح تكون ايدي اليمين بكل شيء يا صهري العزيز. ولك يا بنت انت شو جاي تعملي هون؟ ناني ناني ناني. يلا روحي بسرعة احسن ما تاكلي قتلي. روحي. الكاميون جاي شي؟ عالطريق اغا، 20 دقيقة وبصير هون. ماشي. ولك انا اكتر من 100 مرة قلت لك بلاها كلمة اغا. كاظم بيك بيك. الظاهر انك بلشت تخرف. دير بالك هاي البضاعة اللي جواتها الكميون كتير مهمة، فهمان علي؟ كتير مهمة. من سنين تعب عم بشتغل حتى امسك براس الشغل، وهلأ بقى ما عندي غير شغلة واحدة بس، انه نسلم على الوقت، وبعد هيك ما حدا رح يوقف قدامنا ولا حدا رح يقدر انه يفكر ينافسنا. مجرد تفكير. بياعت الكبريت. لسه بقيان عندها كبريتة واحدة. الحكاية لسه لهلأ ما خلصت. أنا بلال أيدل ابن علي أيدل، وصار وقت الانتقام. أنا جاي لعندك يا كاظم قرعة. جاي. بدي ضل هيك بلعب لحالي من أول ما فتنا على السجن أنا وأمي، يعني من زمان كثير، وهي كل يوم بتتركني وبتقعد تقرأ بالقرآن. لمين عم تقرأ هالمرة يا ترى؟ عن روح أبي ولا عن روح أخي اللي مات بعده؟ أنا بتذكر منيح لما مات العصفور الصغير، وكانت خالة هي زعلانة وعم تطلع عليه كمان. الماما قالت لي إنه رايح الجنة لعند بابا علي ولعند أخي بلال كمان. طيب ماما وين الجنة؟ الجنة ورا هالحيطان هاي؟ تعال حبيبي. كيفك ست مريم؟ منيحة تمام. لازم نروح، يوسف بيكون خاف علي. بس ما بيصير تطلعي، خليكي محلك. تركت يوسف لحاله دكتور، خليني طمنه عني. حالتك سيئة، انت عم بتموت. فشل كلوي واحتمال الشفاء ضعيف، أكيد من ظروف السجن، واحتمال بسبب شو يا دكتور؟
فيك تقول قد ما عليت صوتك ما حدا رح يسمعك لأني سبق وعليت صوتي كتير. قصدك التعذيب يا دكتور؟ طيب قديش عندي وقت؟ المفروض بسرعة تلاقي مكان لابنك. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حظي من الدنيا وما بقول غير الحمد لله. أنت متأكدة؟ نقدر نطالعك من هون بموجب القانون لأنه وضعك الصحي خطير. تقدري تقضي أيامك الأخيرة برا. لا تطالعوني من هون، ما عندي مكان روح عليه. حضرة المدير، ما بدي أطلع ومشان يوسف كمان. تركيني تركيني، ما بدي روح. ماما ماما ما بدي روح. تعال خلصني بقى. ماما أنا ما بدي أطلع. امشي. الله يوفقك. لك امشي. خليني معك يوسف. امشي خلص دامي. ماما الله يوفقك. ماما يلا يا ابني فلتني. الله يوفقك. امشي قدامي لشوف. مريم إجاكي مكتوب. بلال اتركوني بقى. قلت اتركوني. يلا خلص يا ابني. بابا يا ماما يلا فوت على السيارة. تعال يا ابني تعال. بدي امي فلتوني مشان الله. ماما يلا بقى خلصني. يلا يلا ماما. لا خلص يا عمو. تعال حبيبي يوسف. حبيبي ماما أمي لا تخليهم ياخذوني. ما رح أتركك. ابنك بلال عايش. ارجعي على البلد. إجا كاظم أغا. سلامتك. الله يسلمك. جيبوا له مي. ما في داعي يا أغا، ما بعرف نعمل هيك. ما شفت شي. فجأة نغميت وبعدين صار اللي صار. ولما فقت فتحت عيني شفت الحريق. أكيد هذا واحد بيعرف كل التفاصيل. إمتى السيارة رح تمرق من هون وبأي ساعة بالضبط. ومثل ما شايفين يا سادزي الواطي حرق لنا بضاعة حق ملايين. المهم انت منيح حبيبي؟ منيح بشوفتك يا اغا. سامحني يا اغا. كاظم بيك كاظم بيك كاظم بيك. الله يعوض عليك يا اغا. إذا روحت لي البضاعة شو فايدة من وجودك؟ لازم تموت. بعدين أنا ما قلت لكم ما حدا قال لي أغا. كاظم بيك اسمي من هون ورايح. بيك. شيلوا الجثة من الطريق ونطفوا كل هالمنظر لشوف. وبضاعته أهله شوية مصاري لحتى يسكتوا. بس امرق من هون ما بدي أشوف كل هالمنظر. سمعانين؟ حاضر كاظم بيك. حاضر كاظم بيك. وأنا ليلي طال طال ما طال.
تجردت كل الاستعدادات التجارية لعقد المؤتمر العام الثاني لحزب الوطن الذي سيقام في 18 من حزيران من الشهر الجاري. ومن المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء والذي يستعد للانتخابات بتقديم توضيحات هامة خاصة بالعمليات الإرهابية التي تشهدها منطقة جنوب شرق الأناضول. وسنوافيكم بكل جديد. أخي يوسف، أنت رجال البيت، دير بالك، ماما صارت بأمانتك. ابنك بلال عايش، ارجعي على البلد. انت عم تموتي يا مريم، عم تموتي. ابنك بلال عايش، عم بتموتي، احتمال الشفاء ضعيف، عم بتموتي. ماما ماما، هلأ نحن راجعين على بيتنا؟ ايه حبيبي. مشان نلاقي اخي كمان؟ طبعا. طيب كيف رح نلاقي؟ بدنا نسأل عنه. عند مين؟ كاظم قرر. بقديش هالسيارة؟ 55. شو؟ 55,000؟ لا تكون سيارة السلطان سليمان معنا خبر. لعفا 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 لعفا. أهلا وسهلا سيد ممتاز. شلونك سيد كاظم؟ لساتك عم تلملم رزقك من ورا ابو مرتك؟ وانت شلونه اخوك؟ اللي لشوف لساته لهلا عم يجرك من اذنك؟ اجيتني بوقت ماله مناسب بالمره. خير ان شاء الله. سفنك غرقت بالبحر الأسود، وكمان اليوم شاحنتك عملت حادث وانحرقت على الطريق. شو كان فيها يا كاظم؟ قلي شو يلي عم تشتغلوا من ورانا. بدك أعطيك كشف حساب؟ طبعاً أنت مجبور تعطيني معلومات، وأنا بعدين بعطيها للأعلى مني. أنت ما بتقدر تنقل مالنا من غير ما تخبرهم بالأول. إذا كان في إلك يد بهذا الحادث، تعرف شو بدي أعمل فيك وقتها. لوين كانت رايحة؟ أنا ما كنت عم بنقل فيها بضاعة. ضيفه. تفضل يا بيك. بعد كولا على السيارة. غياس. مرني يا بيك. وبالسيارة حط له كولا. أمرك كاظم بيك؟ والله طلعت بتفهم ولا؟ أنت الوحيد يلي هون بيقلي بيك. يلا بسرعة. شوف كاظم بيك، المنظمة يوم عن يوم عم تقوى بكل المناطق اللي حوالينا. حدود منظمة حكاري صارت تماماً بإيدينا. المنظمة رح تتضايق بالنسبة للدعم الخارجي، وانت رح تعمل كل شي رح نقلك ياه. لازم نستغل الوقت لصالحنا، ولازم كمان نستولي على طريق المخدرات بشكل دائم ونهائي. انت لازم تساعد حالك حتى قدر اتجاهل الأخطاء الصغيرة اللي عم تعملها يا كاظم بيك. طيب أنا ليش لحتى أثق بكلامكم هاد؟ أنا بعتقد إنه الجناح الخارجي ما رح يكون معكم على آخر. بكرة رئيس الوزراء أكيد رح يحصل على الثقة من المؤتمر اللي جاي، وبعدين ما رح يخلي بالمنطقة خرم إبرة، ورح يستولي على المبادرة. فهم علي، قضايا الإرهاب ورح تنتهي، وكمان علاقاتكم، وبعد ما يتكافح الفساد مصالحكم رح تنتهي. وأنا برأيي إنه أنا عم بقرأ صح داخل مؤسسة الأمن يلي عم يصير أحسن منك بكتير. مو أنا يلي رح يصير تحت الضغط، أنت ويلي معك. هالشغلات كلها ما أنا بهالسهولة. خلي مؤتمر رئيس وزرائك يصير وبعدين بنحكي.
أخي لمين هاي؟ لجوا. لا شو صار؟ ليش عم تتطلع؟ بعمرك ما شفت بنت؟ لا ما شفت. شفت ما شفت. طيب جيب لي غيرها. عارف اعطيني كازوزة. هدي شو صار لا؟ انتبه بتنكسر. قلي لي شو شو صاير معها؟ مو صاير شيء مو صاير شيء. والله العظيم. طيب.